طب خلينا نروح هلا لفقرة الرياضة. خلينا نشوف شو نصيحة كوتش أحمد عريقات من ترينر جيم لليوم. يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه من قناه الاردن اليوم. اليوم راح اكون معكم انا كوتش احمد عريقات، راح اكون معي كوتش مالك. صباح الخير كوتش، راح اكون معي كوتش احمد. صباح الخير. قبل ما نبلش بدنا حاب احكي نصيحه شوي متجهه للشباب. اغلب الشباب بس يروحوا على الجيم بيعملوا بس ويت، بس تمارين اوزان، وهذا الحكي يعني بدنا نحكي 70% من 80% غلط. لازم نعمل تمارين كارديو، لازم ننوع بعناصر اللياقه البدنيه. الحديد هو عنصر قوة، ولكن احنا في عنا 7 عناصر لياقة بدنية لازم نشتغل عليها. اليوم راح نعمل عنصر او عنصرين من هاي العناصر، عناصر اللياقة البدنية، هي تمارين كارديو. تمارين بشدة عالية شوي، بنقدر نعملها بالبيت، بنقدر نعملها بالجيم، بنقدر نعملها في الملعب، باي مكان بنقدر نعملها. هلا حنبلش وورم اب انا وكوتش مالك، كوتش احمد. طبعا حنبلش دغري دايناميك وورم اب، حماء متحرك. احنا عاملين الاستاتيك، الحماء الثابت قبل ما نبلش. هلا بلش دايناميك وورم اب، بلش حرك ايدي سريع سريع سريع. زي ما حكيت لكم دخلنا على جو الشتاء، والشتاء شوي برد، والبرد بنكون هيك كشين كسلانين، فلازم نكون شوي نشيطين. هلا لورا نعمل سويتش، دائما حركه رجلي عروس صابعي، نرفع الهارت ريت، درجه حراره الجسم ترتفع، فطورنا يكون منيح، مفطرين بدنا بالطاقه بالتمرين. هلا ايدي هون برضه سريع، هلا هون نيز اب على الخفيف، نشد الكور شوي. طبعا هلا كوتش مالك كوتش احمد راح يتعبوا، راح اكون انا مشرف عليهم كالعاده. هلا حنعمل سويتش ثانيه 1 2 3 4 بشد عضلات بطني 5 6 7 8 9 and 10. هلا حنبلش تمرين. طبعا احنا راح نستخدم كوينز، اقماع خفيفه. راح نعمل تمارين اجيليتي اللي هي تمارين رشاقه، راح نعمل تمارين كوردينيشن، تمارين توافق. حنبلش اول تمارين نعمل جمب عن الكوينز، حنعمل جمب نرجع هروله، نعمل كمان مره جمب. جاهزين كوتش؟ 1 2 جو 1 2 3 and 4. نرجع بظهرنا هروله، نعمل كمان مره اجين جو 1 2 3 4. حنرجع اجين كمان مره جو 1 2 3 4. كمان مرة آخر واحدة 1 2 3 4. نرجع نأخذ ريست. هلا بعد ما أخذنا راحة راح نعمل تاني تمرين، تمرين زجزاج بين الأقماع، تمرين رشاقة. جاهزين كوتش؟ 1 2 جو. روح مع بعض 2 3. نرجع برضو بظهرنا باك جو 1 2 3 4. برضو بنرجع ظهرنا جو 1 2 3 4. نرجع ظهرنا نعمل ستوب، ناخذ نفس خفيف. جود جوب كوتش، جود جوب كوتش. ناخذ نفس بريح حالنا شوي. كل التمارين لازم يكون اغلب التمارين كارديو. عروس اصابعي دائما، ما بحط كرسي على الارض، ما بخبط خبط عشان ما ناذي ركبنا. 1 جاهزين. هلا حنعمل تمرين ثاني، حدير وجهي لغاد. حنشتغل برجل واحدة لفوق من فوق الكوينز فوق القمع، راح نرجع بالرجل الثانية 1 2 جو. شايفين كوتش مالك كوتش احمد كيف نرجع نرفع رجلنا لعند الهيب لفوق، بتكون فل جو جود جوب. هلا بنرجع 1 2 لاست 1، رايح جاي واحدة 2 كمان واحدة 1 2 3 4. طبعا بس نرفع رجلنا، ما لازم ننزل ظهرنا معاها، ورجع رجلنا على الاخر عشان ظهرنا برضه ما ينأذي والعمود الفقري. حناخذ نفس خفيف. هلا رجع ورا الكوينز الزرق، راح نعمل جمب سايد تو سايد. حاشتغل معاكم انا 1 2 جو 1 2. بحرك ايدي بشد على الكور، عضلات بطني 5 6 7 8 9 10 مور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. هلا رح ناخذ نفس خفيف. هلا رح نعمل تمرين شوي صعب حيكون، حنركض من اول كوينز، من اول قمع لاخر قمع، بعدين رح نرجع للاول، بعدين رح نركض للثالث ونرجع للاول، بعدين للثاني ونرجع للاول. جاهز كوتش؟ جاهز كوتش؟ 1 2 جو
حنركض نرجع شوي شوي. طبعا ننتبه احنا بس نلعب نرجع شوي شوي. ما شاء الله الكوتشات هون بروفيشنال، اذا احنا كنا بالبيت او بالملعب ننتبه شوي على حركتنا عشان ما ناذي حالنا او نندب لورا او تكون الارضيه سيفتي. جو 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 لاست وان لاخر قمع، هلا للثاني للاول نرجع نعمل ستوب. هلا اول ما نرجع مع هالريه حنعمل سيزر بمكاننا هون. جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلا حنشتغل knees up مع jump 1 2 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 more go push 2 3 4 and switch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4 3 2 and 1. ناخذ نفس ارتاح شوي بس خفيف. هلا كوتش مالك حدير وجهك علي عند القمة هون. كوتش احمد حنروح نلمس اخر قمة نرجع سريع هون 1 and 2 go 1 2 good job. زي ما انتم شايفين عم ننزل شوي شوي هاف سكوات، ما بنطلع على الاخر ولا بننزل على الاخر. هاف سكوات نضل شغالين. حاشتغل مع كوتش جو زي كنا عم نعمل ديفنس عم ندافع على حدا. هلا كوتش احمد جو 2 good job كوتش. نقدر نعمل حركه ثانيه زقف هون 1 good 2 last one. حنعمل ستوب good job كوتش. ناخذ نفس خفيف. كمان مرة ناخذ نفس لفوق. 2 more. طبعا تمريننا اليوم كارديو. بنقدر كل تمرين نعمله من 3 لـ5 دقائق، نعملها كمان مرة. بس احنا عملنا كثير جولة خفيفة، قصيرة كثير عشان الوقت شوي بيحكمنا. اوكي. هلا بفتح رجلي شوي. بنزل. هلا بفتح رجلي على الاخر. بروح على اليمين. شمال. هلا بسكر رجلي بنزل هون. نعمل روتيشن ركبنا بنريح الجوينت شوي المفاصل. هلا لجوا بالعكس. هلا بطلع فوق اسحب رجلي بقدر ارتكز على اي شيء على حيط او على اي شيء. بعمل استرتش للعضلات الرباعيه الاماميه. نعمل سويتش. طبعا كل يوم بقناة الأردن اليوم عندنا فقرات مميزة، كل يوم شيء جديد نعطيكم، كل يوم نعمل تمارين جديدة للناس بالجيم، للناس بالبيت، للناس اللي معها إصابات. حنعمل يعني كل شيء إن شاء الله بنقدر نفيدكم فيه. ريح شوي. هلا نعمل روتيشن هون على الخفيف. حنبدل الثانية. كرافي كوتش كرافي كوتش. طبعا بهيك احنا بكون خلصنا تمارين لليوم. انا كوتش مالك كوتش احمد. اللي ما تابعونا بيقدر يتابعونا على انستغرام او يتابعوني على انستغرام احمد دوت عريقات على الاردن اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفقرتنا الرياضيه اليوم. استنونا بالفقرات الرياضيه الجايه.